صباح الخير ست ام علاء، اهلين، الله يسعد لي صباحك ويام، كيفك؟ يسعد صباحك واهلا الله وسهلا فيكي. يخليكي، سعد تسلميلي. صباحك ام علاء، اهلين، كيفك الله اليوم؟ يسعد لي صباحك. نادين الحمد لله، كيفكم؟ تمام، مش تايل لك ست امن ام علاء. الله. طبعا كلياتنا وطبعا المشاهدين ناطرين نعرف حظوظنا وابراجنا منك. خلينا مباشره نبدا مع مولود برج الحمل. بدي صبح على كادر قناة أغريت وعلى كل متابعينا على قناة أغريت، وصباح الخير لكل مواليد برج الحمل. طبعا الأجواء نارية لليوم الثاني على التوالي، القمر في برج الأسد فعم يمنح حظوظ الأبراج النارية. نتابع الحظ مع مواليد برج الجوزاء وبرج السرطان، وأيضا مواليد برج الميزان هن الأكثر حظا بهاليوم. وصباح الخير لكل مواليد برج الحمل، اليوم كثير حلو مناسب للأولاد، للاهتمام بشؤون الأولاد، لدراستهم، سفرهم، ولادة ولد عندهم اليوم، حمل للمرأة الحمل أو لزوجها حمل، راحة وطمأنينة عاطفية وعائلية للعزابية كمان، بيقطفوا ثمار جهودهم، بيحصلوا على كل شيء بدهم إياه، أمورهم الدراسية اللي عم يتقدموا بامتحانات أيضا بألف خير. فيوم لمولود برج الحمل ممتاز جدا ولكل شيء. أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. وهلا بدنا نصبح على كل مواليد برج الثور، شو رح تخبريهم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الثور، طبعا لليوم الثاني على التوالي القمر عامل تربيع مع برجه لمولود برج الثور، فشوي عم يشكل له أعباء وضغوطات شخصية عائلية منزلية لم تكن بحسبان، وقد تكون هالضغوطات إيجابية أو تكون سلبية. مثلا كيف إيجابية؟ مثلا بيهتموا بأولادهم بدراستهم، مرض سلبي، ولادة طفل إيجابي، مثلا تصليح عطل إيجابي، عطل سلبي، مرض، هالأمور هاي بيشغلوا، خلافات، مشاحنات، مشاكل، أو بيستلم ترقية أو مركز، أو بيجتمعوا العائلة على خير أو على الله لا يقدر مرض أو حزن. فكل ما يتعلق بأموره الشخصية العائلية المنزلية حتى سيارته أرضه اليوم شغله الشاغل لمولود برج الثور، وإن شاء الله تكون كل هالانشغالات لفايدته ومصلحته وما يكون عنده شيء سلبي. أكيد بدنا نقول صباح الخير لبرج الجوزاء، شو هي أخبارهم لليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الجوزاء، طبعا جوزاء الحظوظ اليوم ممتازة جدا، يومه مناسب ليستقبل إخواته من سفر أو يودعهم على سفر أو يتصالح معهم أو يخلق له أخ صغير أو يهتم بصحتهم، أيضا الاجتماعات العائلية. إذا كان عنده مولود برج الجوزاء طلب من حدا فطلبه مجاب، يعني اطلب، احكي واطلب، كلامك مسموع، ذكاء، سرعة بديهة، نجاح دراسي، أمور سفر، تواصل، تنقل، الاتصالات، الحكي، الإتصال الرائعة، الثقة بالنفس. فيومه لمولود برج الجوزاء ممتاز جدا، وإذا ما قبض أموال بالأيام السابقة عنده أيضا قبض أموال. نتمنى له كل التوفيق. وهلا وصلنا لمواليد برج السرطان، وراح تصبح عليهم وشو راح تخبريهم؟ صباح الخير لكل مواليد برج السرطان، طبعا مالي بامتياز اليوم، مال مال مال، كل ما يتعلق بأمور المال، دفع، أخذ، بيع، شراء، كرم حاتمي، مصاريف زيادة، فواتير، استيفاءات مالية، بوليس التأمين، فكل ما يتعلق بأمور المال اليوم شغله الشاغل وبقمة أولوياته لمولود برج السرطان. يعني في ناس مثلا بتصرف مصاريف على أولادها، في ناس بدها تساوي شيء مثلا ببيتها، في ناس بدها تسافر بتدفع، فكل ما يتعلق بأمور المال رح يكون شغلك شاغل يا مولود برج السرطان، إن شاء الله تصرفهم بالهنا. آمين يا رب، أكيد بتمنى لهم كل التوفيق. وهلأ وصلنا لمولود برج الأسد، وشو هي أخباره والقمر عنده اليوم ست أم علاء؟ طبعا عم ينوروا، صباح الخير لكل مواليد برج الأسد، يومه منور مشرق، عنده إطلالة رائعة، تميز، ذكاء، مظهر خارجي كثير حلو، كاريزما خاصة فيه، بيتلقى الإعجابات والإطراءات من الآخرين، عنده ثقته بنفسه ما بتتزعزع، اليوم متألق، البدايات بالتغيير بالمظهر الخارجي أو بعمل جديد، الانطلاق، القوة، فأيضا عنده قبض أموال. فيومه لمولود برج الأسد ممتاز جدا ولكل شيء، كل إنسان حسب عمره، ميوله، شغله، فاليوم يعني بيلقى أي شيء بيقوم فيه يلقى النجاح الباهر. وهلا بدنا نصبح على كل مواليد برج العذراء، وش راح تخبريهم لهيدا النهار؟ صباح الخير لكل مواليد برج العذراء، اليوم فارغ من الحظوظ والطاقة، كل أمورهم في غرفة الإنعاش والانتظار لبكرة،
حتى يوصل القمر لعندهم ويمسكهم. معلش يعني حاولوا يا مواليد برج العذراء ما تكونوا يائسين، ما تزعلوا، ما تذرفوا دمعة، ما تكتئبوا، لأنه هو يوم يعني وبمر. عيشوا حياتكم الروتينية، ولكن نصيحتي إنه ما تبدوا بشيء مصيري، يعني ما تأسسوا لشيء إنه بده يستمر لفترة طويلة. إذا كنتوا بدكم تطلعوا برات البيت على شغلكم أو على أي شيء، بجوز تتأخروا أو يتأجل موعدكم أو تنسوا شيء أو تضيعوا، فديروا بالكم على هالأمور. إذا مرقتوا على هالأمور على خير، بمر يومكم مرور الكرام وبدون أي إشكاليات. كل الخير لإلهم. وصلنا معك لمولود برج الميزان، شو هي أخباره لليوم؟ من إلهم صباح الخير. صباح الخير لكل مواليد برج الميزان. طبعا اليوم كثير حلو لمولود برج الميزان، كل الكواكب، الشمس في الجوزاء، عطارد في الجوزاء، القمر في برج الأسد، الزحل في الدلو، كلياتهم هدول الكواكب كثير عم يدعموه لمولود برج الميزان. وخصوصا اليوم مولود برج الميزان مثل الفراشة، يعني مثل ما بيقولوا منين ما ضربته بيرن، يعني إذا عنده مشاوير، عنده زيارات، عنده استقبالات سفر، بيتلقى دعوات اليوم وبيكون طاير من مكان لمكان، أموره ممتازة. إذا حد دعاك اليوم لسهرة، لحفلة، لتسلية، لمشاركة، ما ترفض. حتى العمل ضمن المجموعة اليوم كثير بيبسطوا لمولود برج الميزان. إذا كنت في البيت ادعي ناس لزيارتك أو أنت روح تورن، فاليوم مناسب للحياة الاجتماعية. فقط نصيحتي له إنه حاول تخلص هالأمور يا مولود برج الميزان اليوم، لأنه بكرة المعطيات مختلفة. أكيد بدنا نصبح على كل مواليد برج العقرب، وشو رح تخبريهم لهيدا النهار أم علاء؟ يسعد لي صباحك نادين وكل مواليد يسعد برج صباحك. العقرب، الله يخليك. اليوم عنده طبعا الكواكب شوي هيك معاكسة له، مثلا بيجوز يشعر ببعض المرض أو تصير عنده إشكالية. اليوم بده يدير باله كثير، يكون دقيق، لأنه بكلامه، على صحته، بخطواته، بتحركاته، بكل شيء، لأنه إذا غلط بيهتز اليوم عرش مملكته. يكون نظامي، منور اليوم على السلبي وعلى الإيجابي. مثلا بجوز اليوم مولود برج العقرب يكون له إطلالة مميزة أو يعمل شيء ينشهر فيه، فني أو حتى يعني كل إنسان بمجال شغله. أما إذا عمل غلط يعني يحاسب، يعاقب، يتعرض للقيل والقال، لأنه مراقب ومنظور، وأي غلط بيدفع ثمن غالي. اليوم مولود برج العقرب بيتواجد مع المسؤولين، المسؤولين بيدعموه بيساعدوه، وإن شاء الله يحصل على ترقية أو مركز. المهم وبجميع الأحوال أنه يكون كثير نظامي وما يعمل غلط بهاليوم. وصلنا معك لمولود برج القوس، ومن لهم صباح الخير، شو هي أخبارهم لليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج القوس. الأجواء نارية مع أنه الشمس في بيت السابع، بيت الشراكات، بس اليوم هيك مولود برج القوس بغنج أحبائه، بغنج شركائه. ممتاز مثلا يروح يجتمع بشريكة حياته إذا كان بده يخطب أو خاطب، الأمور هاي لأنه رومانسي. حياته حتى الزوجية هادئة، اليوم بيحكي كلام حلو مولود برج القوس. اللي عندهم سفر يجهزوا شنطة سفرهم، اللي عم يتقدموا بامتحانات عندهم نجاح، اللي عندهم تواقيع أوراق، أوراقهم تتوقع. فاليوم في أي عائق بطريقك يا مولود برج القوس، حاول تخلص جميع أمورك اليوم، لأنه يومك ممتاز جدا. أكيد عم نتمنى لكم كل التوفيق. نصبح على كل مواليد برج الجدي، شو رح تخبريهم لهيدا النهار؟ صباح الخير لكل مواليد برج الجدي. طبعا اليوم مولود برج الجدي بيتلقى دعم مادي أو معنوي، أو هو بيدعم الآخرين. أموره المالية، أموره القروض، المصارف، حلول مالية، بيلاقي حلول بأروق المعارف، المحاكم عفوا، لا من أجل ميراث، المعارف هون بيدعموه بيساعدوه. عنده أيضا إذا كان عنده قضية قانونية إن شاء الله يبث لمصلحته. وإذا تعبت يا مولود برج الجدي صحيا، أنت أو أحد أفراد عائلة، فزور الطبيب، اعمل فحوصات التحاليل، واللي عاملين او كانوا عاملين عمل جراحي فعندهم استشفاء صحي. فاليوم انشغالك بامور ماليه، قانونيه، عقاريه، ارثيه، استشفائيه، صحيه، اتصالا او اتصال احد افراد العائله، السلامه للكل. كل الخير لإلهم. وصلنا معك لمولود برج الدلو، من لهم صباح الخير، وشو اخباره لليوم ست ام علاء؟ يسعد لي صباحك ويام، وصباح صباح كل مواليد كرم. برج الدلو، الله يخليكي. طبعا اليوم يوم الشراكات بامتياز،
يعني بالإضافة إنه عنده اهتمام بأولاد بشؤون أولاده. مثلا بجوز اليوم يعمل مشكلة مع شريكه بالعمل أو بالعاطفة، يستقبل شريكه من سفر، اليوم مثلا يلتقي بشريك حياته، يعترف بالحب، يخطب، يتزوج، هذا شيء كثير إيجابي، أو يعقد شراكة عمل. أما السلبي إنه اليوم عد للعشرة يا مولود برج الدلو، لأنه عندك أخطام أقوياء وتحديات بالشراكات بالعمل حتى بالبيت بالعاطفة، فبيجوز يسبب لنفسه مشكلة، توصل لطريق مسدود. انتبه من الصوت العالي، من الكلام الجارح اللي بتوجهه للآخرين، من الاستفزاز، ومثل ما قلنا عد للعشرة قبل رد أي جواب. إذا مرقت هالأمور واحتفظت بلسانتك وهدوءك، بمر اليوم مرور الكرام بكرة لألك ممتاز جدا. أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. بنصبح على مواليد برج الحوت، شو راح تخبريهم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الحوت، كل ما يتعلق بأمور عملهم وصحتهم شغلهم الشاغل. فأنا بقول لا ترهق نفسك، إن لجسدك عليك حقا، فدير بالك على صحتك، لا ترهق نفسك في الأعمال الكثيرة، هو منجز كثير، بيشتغل من الصبح لآخر الليل، يكلف بمهمة عمل، بعمل إضافي، بنقلة، بترقية، بروح بيعمل مسابقة من أجل عمل جديد، بيفتتح عمل، بيشارك بعمل. فكل ما يتعلق بأمور العمل والصحة وصحته وصحة مقربينه هن اليوم بقمة الأولويات عند مولود برج الحوت. ما ضل غير نعرف من حضرتك ست أم علاء، مولود اليوم 15/6، شو هي صفاتهم وأخبارهم؟ من لهم كل عام وهن بألف خير. كل عام إن شاء الله لمواليد 15/6 وأنتم بألف خير يا رب العالمين. طبعا عندهم خطوتين عاطفيتين بحياتهم، بيدققوا كثير على التفاصيل الصغيرة، بيعتبرون الآخرين نقاقين، حياتهم على سفر ولكن قد يؤخر سفرهم. عندهم قضية قانونية بتخص مسكن أو منزل، تكرار الرقم الستة هيدا اللي متواجد عندهم، لأنه 15 إذا جمعناها ب 6 وشهر 6، ويا ريت إنه أي حدا مثلا 15/6 ما يكون في باسمه رقم 6 أو بسنة ميلاده، يعني لأنه بتكون الأمور بتتعب عنده. أما كان 15/6 مثل ما قلنا أمور السفر ميسرة، بيدقق على التفاصيل الصغيرة. هيدا عن بعض صفاتهم وارتباطهم بالحياة. أما كيف هي سنتهم؟ سنتهم كثير حلوة، الأجواء ممتازة للنجاح الدراسي، للسفر، لولادة أخ لهم، ليهتموا بإخواتهم، شؤون إخواتهم، تواصل، تنقل، سفر، الاتصالات، الإطلالة الرائعة، الذكاء، سرعة البديهة، النجاح. هالسنة حليفهم لمواليد 15/6، عندهم حتما يتم الأمر، يرتبط هذا العام بجميع التحولات الواضحة بالحياة، عندهم زواج أو إنجاب إن شاء الله، اللي معدل الأولاد، اللي ناطر مركز بالعمل، عندهم مركز بالعمل، ترقية من نوع ما، واللي عليه ديون فإنها تقضى لأنه سنتهم مالية. بالصحة صداع، إمساك كبد، اكتئاب، والسفر والرومانسية رائعين جدا. يعني أنا ما شايفة أي عائق بطريقهم لمواليد 15/6. إن شاء الله عام سعيد، عمر مديد، بتمنى لكم مع دوام الصحة والخير وتحقيق الأماني والأمنيات. ان شاء الله يا رب. اكيد بنتمنى لهم سنه حلوه عليهم، ونقول لهم هابي بيرث داي، وان شاء الله دائما التوفيق لكل الابراج. متشكرك ام علاء، شكرا كثير لك. شكرا لكم، يسعد لي صباحكم. صباحك. شكرا ام علاء. اهلا حبيبتي، اهلا.